مناسب للمنطقة، راجل مزيان، فرحانين بيه، الله يكمل بخير. بس الناس اللي مشاو مثلا ما وفقهمش الله، الله يسهل عليهم. وهذا بالنسبة للسيد راه صالح لهذ المنطقة، واخا كاين الصعوبات وكاين المسائل اللي ما كسائر الناس، ماشي مشكل. والله وفق الجميع. بالنسبة لكم كمواطنين طالعتوا على البرنامج ديال السيد الرئيس، واش موافق مع التطلعات ديالكم؟ الصراحة ما يمكنش أنه النسبة طالعة كل شيء، أنه الناس كلهم، ولكن في المستوى وإن شاء الله داك الشيء اللي كاين غادي يكملوا في المستوى. بالنسبة للناس اللي هذا الشيء اللي كاين. شوف الصراحة بالله انتظار الرئيس إن شاء الله ما دام في البداية أو التقاعدين إلا وكفى الحسن بجدارة واستحقاق. لو كان ما كاين يعني ما كاين يعني ما ما الناس ما كيصوتوش في هادشي. انا كمستشاره جماعيه سابقه في الولايه ديالو ونعم وحسن وحسن الرجال وحسن بحسن يعني بالمعنى ديال يعني كيخدم مع المواطنين. كنعرفوا بان الجماعه ديال السوريفاكيه عندهم واحد المواد محدود في المنتخبات السابقه، كيفاش كتضفروا الميزانيه ديال الجماعه؟ كيخصوني الصراحه الميزانيه يعني حيت عندنا حنا المداخل قليله بالنسبه للمواطنين كيقول لك علاش ما درتوش ما درتوش ما درتوش، راه ما يمكنش لان راه المواد كاينه، راه افقر جماعيه جماعه السوريفاكيه المطرفيه، وما بالك راه كانت هي الام، راه الجماعه السوريفاكيه هي الام وهي الام وتفرقات يعني ولات البلديه التقسيم اللي جا الام ماتت والفريم طرف. ونطلبوا من عند الله التحيه ان شاء الله باذن الله برئاسه السيد فيرد الزواوي والمكتب الجديد ان شاء الله، والمشعل عطيناه للناس دابا هاد المترشحين والمستشار المستشار ان شاء الله نشوف المسيره باذن الله وتكون بخير يا رب العالمين. شكرا. شنو مثلا اللي خاصنا في البلدية هنا شعبنا وكيستقبلنا مزيان وكيأدي الواجبات وحين تفشل الحمد لله. كاين واحد الطائفة أخرى ديال الناس كتشكى من وضع الإدارة، يقول لك ودي الإدارة هنا ديال جامعة سوان بعيدة من الكروشيات، واش ما كتفكروش أنكم دير واحد مرفق عمومي ويجيو للناس جماعة رجال جماعة باقا فقيرة كاين هناك تضامن بين الجهات وبين الجماعه واش معايا؟ كنتمنوا الخير. احنا واش ماشي من الظلمات قبل النور؟ عدو ولايه يا الله كيسوي ولايه ديال 5 سنوات وانتم مجانين كنا 5 سنوات ما عندكم شي برنامج ديال الجماعه مع لا شوفوا انتم في هادشي ديال المسائل، شوفوا هادي اهداف يعني شوفوا شنو غادي يطلعوا من هذا الشيء. لا حيت ربما تكون من الاغلبيه مزيان جماعه مزيان صراحه رئيس مزيان في المستوى وما عمر كانت شي حاجه خايبه معاه. لا انا كنقول لك اللي ساكنه.